وقت السياسة مع طارق لحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا طارق الحميد يحييكم عبر أثير العربية FM من الرياض، حيث الآن وقت السياسة. ضيفي وضيفكم الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، رئيس مركز الخليج للدراسات. أهلا وسهلا دكتور. لا مزبوط للأبحاث أستاذ طارق. يا شيخ أنا هذه مي راضية تضبط معي أبدا. هذه مشكلتك، ما هي مشكلتي، إحنا لنا 25 سنة وأنت ما أنت راضي. غلطتي، خليني أعيد وأعتذر، نقول رئيس مركز الخليج للأبحاث صح؟ شكرا جزيلا. طيب أهلا وسهلا بالدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، مشتاقين طال عمرك. يا أهلا وسهلا، حياك الله. وزير الخارجية بلينكن أعلن زيارته إلى المملكة العربية السعودية في رحلة بعد زيارته للصين. جوك سوليفان رئيس الأمن مستشار الأمن القومي الأمريكي أعلن كذلك زيارته للسعودية، ما الذي يحدث؟ بالتأكيد هنالك أجندة. أولا مساء الخير لك ولمستمعين عربية FM في كل مكان، مساء الأنوار، يعني نحييك في هذا البرنامج المتميز. الله يحفظك. الحقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني أصبحت متأكدة أنها إذا أرادت أن تتعامل مع قضايا المنطقة في المحطة الأولى والمحطة الأخيرة التي يجب أن تتم المفاهمة فيها هي المملكة العربية السعودية والرياض بالتحديد. نعم. هنالك مجمل قضايا ما زالت قائمة، سواء من أمن البحر الأحمر والوضع فيه وتداعياته بشكل عام، وتطور الوضع مع الحوثي. نعم. الوضع في غزة وعدم وضوح الرؤية الإسرائيلية فيما بعد وما الذي سوف يحدث بالنسبة لرفح وتطور العمليات في سوريا وفي لبنان. أيضا العلاقة السعودية المتميزة مع الدول الأخرى مثل الصين، حل ما كان وزير الخارجية، المملكة لها علاقة متميزة، والولايات المتحدة دائما كانت حريصة على أن لا تتوسع علاقة المملكة اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا مع دول أخرى مثل الصين أو روسيا أو حتى يعني لحد ما أوروبا، ولكن أوروبا ما زالت محدودة. نعم. المخاوف منها. نعم. فهذه كلها يعني قضايا ما زالت في المنطقة مهمة. نعم. يعني يحتاجون أن ينسقوا في 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 بعض الأشياء، وأيضا محاولة لتحسين الموقف، لأنه لا سيما هنالك عتب سعودي على الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالتصويت في مجلس الأمن للقرار الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. يعني هنالك 142 دولة معترفة فيها، وآخرها كانت جامايكا بالأمس. فكيف الولايات المتحدة تتحدث عن حل سياسي وتتحدث عن موقفها الإيجابي من حل الدولتين وتصوت في مجلس الأمن برفض هذا القرار، بالرغم أن دولة أوروبية عضو في مجلس الأمن مثل فرنسا لم تعترض على هذا القرار، و يعني دول أوروبية أخرى، اجتماع الوزراء الخليجيين الأوروبيين في بروكسل كان الهدف الأساسي منه هو حث الدول الأوروبية التي لم تنتهي من اعترافها في الوقت الحاضر. هناك 12 دولة أوروبية على فكرة. نعم. معترفة بفلسطين كعضوية كاملة. طيب. في الأمم المتحدة. طيب أنا كنت بقول لك خلينا نأخذها ملف ملف، الآن خليني أبدأ من القصة الفلسطينية وقصة تحديدا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا النقاش هو للمستمع والمستمع الكريم والمشاهدين اللي يشاهدون على اليوتيوب، أنه نوضح الصورة. في توجه، وصححني إذا أنا خطأ وأعرف أنه عندك معلومات، في توجه أنه كان عدم اللجوء إلى مجلس إلى الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال دولة تلو الأخرى إلى أن تصبح أمر واقع. يقال أن الفلسطينيين كانوا يرون العكس، أنه يذهبون للأمم المتحدة، لكن الذهاب للأمم المتحدة دكتور عبد العزيز لو أنا سألك قبلها بساعة أو يوم أو شهر حتقول لي الأمريكان حيستخدموا الفيتو لأنه موسم انتخابي، عندهم مبرراتهم الغير مقنعة ولكنها مبرراتهم. ألا ترى أنه هذا المسار من خلال دولة تلو الأخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية هو كان الأجدى وهو الأنفع اليوم وغدا؟ والله بالتأكيد المملكة حرصت وبذلت جهود، يعني سمو وزير الخارجية في زياراته للدول اللي قام بها في كل مكان، معالي نائب وزير الخارجية في دول أمريكا اللاتينية. نعم. الجهود اللي عمال تبذل في كل دولة وفي كل مكان هو لحث الهمم ولأقصى قدر، يعني أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف حتى يصبح أمر واقع بأن هنالك
يعني حتى الدولتين في قرار مجلس الأمن التي لم تصوت هي سويسرا بسبب الحياد وبريطانيا، لكنها لم تعترض، هي يعني ما صوتت لكنها لم تعترض على هذا القرار صحيح، ولكنه it's a lengthy process، بمعنى أنه إجراء أيضا ليس إجراء قصير، إجراء يتطلب جهود وجهود ليست سهلة. يعني من كم يوم كان نائب وزير الخارجية في كولومبيا، بعدين راح هندوراس، واليوم موجود في دولة أخرى ثانية في أمريكا اللاتينية. يعني أنت تتحدث عن معالي وليد الخريجي؟ نعم. أي أسلم. نعم. هو في زيارة في هذه المناطق لعمل يعني مهم جدا، والمملكة حريصة. يعني المملكة ما أعتقد أن هنالك أي دولة شعرت بأن المملكة قامت بجهود حثيثة وكبيرة، وهذا ليس مستغرب عليها، فدائما المملكة اعتبرت أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى. لكن هل لو كان استمرينا في دولة بدولة نستطيع أن نصل النتيجة؟ نعم نستطيع أن نصل النتيجة، ولكن ربما العامل الزمني والتوقيت والاجتماعات والإجازات وظروف الدول والوزراء والفرص، يعني هنالك مجمل أشياء. وأيضا في المفاوضة الثنائية أحيانا قد يكون الدولة اللي أنت تبقى يعني لك أجندة تريد أن تطرحها معها، ربما هي لها أجندة تحاول أيضا أن تطرحها، وهذا يعني يستوجب معاملة يعني النظر في مصالح الطرفين في نفس الوقت، فهذا يأخذ وقت وجهد أطول. ولكن على كل قربنا، يعني وصلنا 142 دولة، هذا شيء ممتاز. وأسبانيا على سبيل المثال هي استعدت بأن تبذل جهد كبير بالنسبة للمملكة مع الدول الأخرى اللي هي في أمريكا اللاتينية بحكم علاقتها التاريخية في هذا الجانب. أنت تتحدث عن 142 دولة مستعدة للاعتراف؟ أي نعم. أوكي. نعم. فهذا يعني شيء يعني ممتاز. لكن على كل هو هذا مع الأسف يؤكد ازدواجية المعايير في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقرار. هي من ناحية تقول إن هي مع حل سلمي ومع حل الدولتين، وحينما عرض حل الدولتين في مجلس الأمن من اعترض واستخدم الفيتو كانت هي حجتها أنه لا توجد قيادة فلسطينية وسلطة فلسطينية موحدة على كافة الأراضي الفلسطينية، هذه الحجة اللي هي تطرحها. تمام. وكنا نتمنى دائما أن يعني القيادة الفلسطينية تضيع هذه الفرصة على من يدعون هذا الادعاء بوجود قيادة موحدة فلسطينية تتعامل مع كل الأراضي اللي هي موجودة تحت السلطة الفلسطينية. طيب هنا خلينا ندخل في التفاصيل، وكما يقال في السياسة الشيطان في التفاصيل. أنت كنت تتمنى على السلطة الفلسطينية أن توحد الموقف وأن تفوت عليهم هذه الفرصة. اليوم وكالة الأسوشيتد بريس نقلت عن حماس، قيادي في حماس خليل الحية، وعلى فكرة عشان مستمعنا يكون في الصورة، ليس نص مكتوب إنما مقابلة فيديو في صوت وصورة. لا. يتحدث لا. عن استعداد حماس لهدنة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، ويقول، خليني أقرأ عليك هنا، يقول أن حماس مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، وأنها ستلقي أسلحتها وتتحول إلى حزب سياسي إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود ما قبل عام 67. دكتور عبد العزيز أبو أحمد، عطني دولة، عطني هدنة 5 سنين وبعد 5 سنين بحاربك، هذا منطقي؟ يعني جاء هذا العرض متأخر. والله لحظة، والله أنا أدافع عن فلسطين والقضية الفلسطينية، لكن صح. يا أخي أنا عندي عقل أبغى أعمله، صح. عطني دولة 5 سنين وبعدين استعدني بحاربك، كيف هذا المنطق؟ لا، هو مع الأسف الشديد في الوقت اللي المملكة طرحت مبادرة حل الدولتين وتحولت إلى مبادرة عربية وتم تبنيها من دول كثيرة، كانت السلطة كانت حماسية يعني من يعارض هذا الحل وهذا الطرح. وأيضا هي شجعت الجانب المتشدد في إسرائيل، يؤكد أنه طالما أن حماس رافضة لماذا نقبل نحن بهذا الحل في 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 إسرائيل. ورددوا العبارة الشهيرة أنه لا يوجد شريك. طبعا هو مع الأسف الشديد يعني أحد الأسباب كانت هي عدم وجود موقف فلسطيني موحد تحت قيادة فلسطينية موحدة، ويجعل أن الخلافات الداخلية فيما بينهم في داخل البيت يتم التعامل معها بشكل أو بآخر. لا. طبعا بالنسبة للإسرائيليين على فكرة هنالك فرق بين غزة والضفة. الضفة فيها القدس وفيها الخليل ولها بعد ديني وله علاقة بالديانة اليهودية. غزة هي منطقة سياحية، منطقة على البحر فيها سكان وفيها كذا، لكن لا يوجد لديها
الأهمية والبعد الديني اللي موجود عند اليهود مثل الضفة، في وضع الضفة. صحيح. تمام. صحيح. فلذلك يعني هو اليوم نحن أمام مأزق إنه من الذي سوف يحكم غزة؟ كيف راح تنظر إسرائيل؟ هل سوف تحتل غزة بالكامل؟ يعني اليوم كانت المنطقة الوسطى في غزة هي أقل عمليات موجودة فيها، ولكن عادة العمليات إليها بشكل كبير. ما الذي سوف يحدث في رفح؟ هل سوف يكون هل سوف تعيد الإسرائيليين سلطتهم بالكامل على غزة؟ وإلا لا جزئية يعني حتبقى؟ هل هي حتظل يعني ما زالت هناك تساؤلات كثيرة، لأنه أنا قناعتي أيضا أن الجانب الإسرائيلي ما عنده ذلك الوضوح الكامل فيما يتعلق بما الذي يريده في اليوم الآخر. خليني أسأل بعد حماس، خليني أسأل، ما عنده وضوح ولا ما عنده خطة؟ والله عارف، هو لأنه تصارع الجانب السياسي في الجهتين في إسرائيل أيضا. لا نعتقد أنه صحيح. كل الأمور يعني هي واضحة، أيضا هناك تصارع في الداخل مليون في إسرائيل. لأنه لابد نذكر المستمع والمستمع الكريم أنه أنت تتكلم عن إسرائيل، نتنياهو إذا لجأ إلى أي حل سياسي عليها أن يواجه مصيره، لأنه حيكون مطالبة بانتخابات جديدة، خروجه السجن وخلافه. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت المزاج الانتخابي، أي تصرف أمريكي اليوم يجب أن يراعي من يريد أن يفوز بالبيت الأبيض. الأوروبيين مع احترامي وتقديري لهم، خذ شعارات وخذ حكي، بس في الأخير ما عندهم شيء ينفذ، لكن ما في قدرة يستطيع أن ينفذ فيها. لذلك يعني هي ما زال موضوع غزة غير يعني محسوم بالنسبة لي، عارف، يظل إنه هل يكون هناك احتلال كامل لغزة من قبل الإسرائيليين؟ هي تركت غزة في السابق، والآن عشان تعود إليها الـ ربما يعني يكون ليس سهل. هل يعاد التفكير في الاستراتيجية السابقة اللي هي احتلال غزة بالكامل والتعامل معها؟ من سوف يدير غزة؟ الحل بعيد المدى، هل هو الحل السياسي؟ هل غزة جزء من الدولتين ولا لا؟ مستقبل غزة بعد حماس؟ يعني هذه كلها ما زالت. وهنالك على فكرة معارضة إسرائيلية في الداخل ترفض عودة إسرائيل بالكامل إلى غزة، لأن هم يرون أنهم يعني ما لها قيمة وما لها أهمية بالنسبة لهم. هذا جانب، هذا جانب. لكن أنا أجريت مقابلة إذا لم تخني الذاكرة يوم الأحد مع مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في الداخل الإسرائيلي الأستاذ نظير مجلي، يتحدث عن تيار كان يعترض أساسا على الانسحاب من غزة في 2005-2006، ويرى الآن ويرى الآن أنها فرصة لعدم الخروج من غزة. ما عشان كده قلت لك انه هنالك يعني سيناريوهات مختلفة. يعني عارف، لذلك مو معروف اين سوف يكون الاتجاه وما الذي سوف يلعب في هذه القرارات ويؤثر فيها بشكل عام الى اي درجة. يعني ما في شك انه لو عملنا احصائية بسيطة للأضرار اللي حصلت في غزة، سواء يعني هنالك تقرير يقول ان إعادة اعمار غزة اليوم يحتاج الى 90 ضعف من الجهد والبذل والأشياء عما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. ومن سيقوم بهذا الأمر؟ ما هو هذا السؤال، يعني من سوف يقوم بهذا الأمر؟ من سوف يتحمل هذه التكاليف؟ هذا واحد. اثنين، من سيقوم بهذا الأمر وتضمن له بأنه لن يتكرر بعد سنة أو 7 شهور؟ لن يتكرر بعد سنوات. يعني احنا أبو أحمد نتكلم عن الحرب رقم 5 اليوم ولا لا؟ صحيح. وأيضا احنا نتحدث عن يعني تجاوزت الأرقام من الشهداء والجرحى والمفقودين فوق 130,000. يعني مع الأسف هذه مأساة. حتى سمو وزير الخارجية السعودي يقول إنه نصف أهالي غزة يعيشون مأساة إنسانية فيما يتعلق بالمجاعة. تمام. واللي ما عنده مجاعة فعنده نقص في الغذاء كبير ورهيب، والمساعدات لا تصل والأمور لا تصل. ما زلنا أمام كارثة إنسانية كبيرة والله لم يشهد لها تاريخنا الحديث مثيل. طيب، المحزن والمؤلم إذا أضفنا إلى هذه الأسئلة السؤال عن رفح، هل تتوقع أننا خلاص قاب قوسين أو أدنى؟ إسرائيل ما باعتقادي بالوضع اللي هي فيه لن تتنازل، لأنه بقي آخر جزء لها هو رفح حتى تتأكد أنه لم يعد هنالك قيادات لحماس عسكرية موجودة على الأرض. سوف تستخدم هذه الحجة حتى تستمر. هل يكون الحل هو خروج أكبر عدد ممكن من المدنيين خارج رفح إلى ملاذات آمنة أخرى، أو هل هو حيكون بقاءهم وتعرضهم؟ ما زال يعني قضية متروكة، وما في حماس حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية لممارسة أي ضغوط حقيقية على السلطة الإسرائيلية حتى لا يكون في تجاوز. تعتقد ذلك دكتور؟ أنا اعتقادي يعني
المصلحة الأمريكية مختلفة إذا أرادت. لا أنا ليش أسأل؟ أنا ليش أسأل؟ لأنه حضرتك الضيف الثالث أو الرابع على 3 أيام، ويؤكد لي نفس الكلام إنه الأمريكان لم يظهروا أي رغبة حقيقية بإيقاف دخول رفح. طب أنت لاحظ 3 أشياء. هي لا هي تعترض في مجلس الأمن وتستخدم الفيتو. هي تدعم قرار الكونغرس اللي صدر بتقديم مساعدات مقدارها 26 مليار دولار، معظمها حتكون عسكرية لتستخدمها وتقوية الآلة الإسرائيلية أكثر. هي تقوم بإمدادها بما نقص لديها من عتاد وذخيرة كافية بحاجة لها. كيف تعمل هذا وفي نفس الوقت تقول إنه أنا حريص على رفح وعلى ما يمكن يكون؟ هي استراتيجيتها لا هو الخلاص من حماس. نعم. والخلاص من حماس ويبدأ بالقيادات العسكرية. أنت الآن عطلت كل مؤسسات حماس اللي كانت موجودة تدير قطاع غزة. يعني كل هذه المؤسسات انتهت، كل المشافي والمستشفيات وقطاع التعليم والقطاع الخدمي والقطاع الصناعي كلها هذه انتهت. عشان تعيدها يعني بحاجة إلى معجزات إلهية كبرى. طيب أنا خليني أخذ فاصل وأرجع لأنه عندنا تفاصيل وأسئلة كثيرة، فخليني أخذ فاصل وأعود مستمعين لا يبقوا معنا، فاصل ثم نعود. وقت السياسة مع طارق لحميد. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ضيفي وضيفكم الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور كنا نتحدث عن كارثة رفح لها قدر الله في حال حدوثها، وكل المؤشرات تقول أنها قاب قوسين أو أدنى. الآن ما الذي يمكن فعله من الطرف العربي لإقناع الإسرائيليين أو لإقناع الأمريكان بالتحرك لوقف هذه المأساة؟ الإجابة حتتجه إلى حماس مباشرة. هل ترى أن هناك تقدير للعواقب أم تعتقد أنها حادثة لا بدون أي شيء، واقعة واقعة؟ والله مع الأسف الشديد أنا قناعتي أن إسرائيل هي اتجهت إلى سياسة القضم، بمعنى أنه التدرج في التوسع في المناطق التي يعني تسيطر عليها. ولذلك هي وصلت إلى مرحلة يعني لم يبقى مثل ما قلت أول، لم يبقى إلا منطقة في منتصف غزة هي اللي كانت يعني أقل تأثرا، ولكن الآن بدأت تتأثر بعمليات كثيرة، وأيضا كافة الحزام أو المحيط بغزة من داخلها أصبح أيضا متأثر بهذا الشكل. لا أعلم يعني أنا المشكلة إنه الدول العربية واللجنة السداسية بذلت أقصى جهود ممكن تكون سياسية على مستوى العالم مع الدول الكبرى، مع أعضاء مجلس الأمن، مع الدول التي يمكن التساوي، ولكن في نهاية المطاف الحقيقة المؤلمة بأن هي فقط الولايات المتحدة التي قادرة أن تضغط على إسرائيل لتحقيق يعني هذه النتيجة، والولايات المتحدة قررت أن لا تضغط ولا تستخدم هذه الوسيلة. وبالعكس يعني نتنياهو كان يفاخر من يومين بموقف الكونغرس ويمتدحه بأنه هو يعني بشقيه الديمقراطي والجمهوري في دعمهم للمطالب الإسرائيلية والدعم اللي كان موجود. ف يعني مع الأسف الشديد لا توجد قدرة أو قوة عسكرية تستطيع مواجهة هذا التدخل أو الوضع هنالك ب يعني محاربة إسرائيل في الداخل فيما يتعلق برفح. الإمكانيات محدودة والقدرات محدودة. ماذا عن الوساطة القطرية؟ هل تعتقد أنها خلاص وصلت إلى نهاية؟ والله الوساطة القطرية مشكورين عليها والجهد الذي بذل غير اعتيادي، ولكن أيضا أنت أمام خصم. يعني لاحظ أنت أنه كيف بدأ في أعضاء في الكونغرس الأمريكي يأخذون موقف سلبي كبير من يعني من قطر مع الأسف الشديد، بالرغم من كل الجهود التي بذلت سواء لإطلاق سراح الرهائن والوصول إلى تسوية فيما يتعلق بالأسرى والسجناء الفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين أو يعني كل الأشياء الثانية. السؤال هو اللي يطرح نفسه، هل الإسرائيليين هو هل المقرر السياسي الإسرائيلي بقي يستخدم حجة الأسرى أو الأسرى اللي عند حماس كذريعة حتى يستمر في عملياته بالشكل اللي هو يريده، وهو يعلم أنه ربما أنهم خلاص انتهوا ولم يعد لهم وجود يعني.
تمام. هذه المشكلة. هذه قضية أخرى. بس المشكلة أبو أحمد أنت عندك حتى حماس بتلعب اللعبة الدعائية البارحة أو ما قبلها. نعم. خرجوا شريط فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين وهو يطالب. هي تلعب على الداخل الإسرائيلي. بالنسبة لنتنياهو نحن نقولها، أنا قلتها مرارا وتكرارا نحفظها المستمع والمستمع، نتنياهو لا يكترث بآخر قطرة دم، المهم أن يبقى في السلطة. لأنه حنا لسه نبي نجي على موضوع لبنان. حنا حنا إيه. فيعني مع هذا أنا أقول إنه ربما إنه يعني الضغط المستمر على أمريكا الوصول معها لأي شيء بأي طريقة ممكنة، يعني لا سيما إن مرحلة انتخابات وهنالك اهتمام لدى كل طرف من الأطراف الأمريكية يعني إعادة انتخاب بايدن أو الوصول ترامب إلى السلطة، لكن هو أنت تتعامل مع إدارة حالية موجودة تستطيع أن تنفذ بعض القرارات وتستطيع أن تمارس بعض الضغوط في الوقت الحاضر. طيب سؤال، أنا لا أدافع عن قطر ولا أتبنى موقف قطر، لكن ليش القصة مركزة على قطر علما أنه كل التصريحات إذا قرأت بين ثناياها الدور المصري أيضا في الوساطة؟ الدور المصري تاريخيا هو من تعامل مع حماس وحماس واليوم هي واليوم انا عشان كذا انا صحيح. انا بطلع المستمع والمستمعة من الجدل السياسي، انا مش مع ذا ولا مع ذا، بس انا سؤالي الضغط الامريكي الان على القطريين بينما الوساطه المصريه جاريه، ليش الضغط على القطري لحاله؟ الضغط على القطري بحكم ان وجود القياده السياسيه موجوده في قطر. وهو الان على فكره طرحت، يعني تم تداول بعض معلومات ربما تكون غير دقيقة، إحداها بأنه يتم نقل القيادة السياسية لحماس إلى العراق وتحديد مكان لها، وأنه هذا بالتنسيق مع إيران. أيضا تم طرح أنه انتقال القيادة السياسية إلى الجزائر، لا سيما أن الجزائر لديها مندوب لحماس هنالك موجود وسعت إلى جمع الطرفين. بس أنا ما أبو أحمد حبيبي أنا ما فهمت الغير دقيق إنه يبحثوا عن مكان ولا الغير دقيق إنه تحديدا هذه الدول. يعني هي هذه البدائل الطبيعية اللي ممكن تكون إما العراق، لأنه كان أيضا في بداية أزمة في بداية أحداث 7 أكتوبر كان في تواصل من بعض قيادات حماس مع بعض قوات الحشد الشعبي بتوجيه إيراني في العراق. هذه تمت. تمام. وأيضا الوجود زي ما قلت لك، يعني الجزائر ربما تخدم مصلحة الرئيس تبون وهو داخل انتخابات قريبة في سبتمبر، يستخدم الورقة الفلسطينية ربما تدعم موقفه في الانتخابات المحلية هنالك. لكن الجزائر أيضا لها علاقة قوية مع الجانب الفلسطيني من 82 ميلادي، حينما أعلن أبو عمار الله يرحمه بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، كان إعلان الجزائر، وبعدها تطورت الأمور. وأيضا الجزائر حرصت قبل القمة العربية في الجزائر تمام أن تجمع الأطراف، لكن يعني لكن لكن بعد 7 أكتوبر وهذه الأوضاع، مش العبء كبير، الحمل كبير على أي دولة أنها تتبنى حماس الآن أو تستضيفها؟ صحيح، لكن ربما يكون هذا بالتنسيق كمخرج، لأنه يعني الهدف هو ليس خروج كل يعني من ينتسبون لحماس، يعني أعداد كبيرة 50,000 60,000 ربما. لكن هو على الأقل القيادة العسكرية للجهاد وحماس، ويمكن مجموعاتهم يعني أعدادهم ليست كبيرة، لكن على الأقل هي هذه القيادة العسكرية في الميدان هنالك. وهذه كانت أحد النقاط التي طرحت في السابق، أنه هذه أحد المطالب الإسرائيلية، لأنه يظل المطلب الإسرائيلي هو عدم عسكرة قطاع غزة، هو وجود إدارة تستطيع أن تتفاهم معها، هو إطلاق سراح الرهائن يعني في المرحلة هذه، وإعادة الإعمار يكون جهود بقى مشتركة ولكن تحت أعين الإسرائيليين ومعرفتهم. طيب خليني أسألك، لو حصلت لا قدر الله قضية غزو رفح أو دخول رفح، ما تأثير ذلك على مصر من ناحية حدودها، من ناحية الأوضاع؟ في مناوشات الآن في الحديث على اتفاقية السلام، الإخلال ببنودها، كيف تنظر لهذه المسألة؟ يعني لا، أنا ما أعتقد لا مصر ولا الأردن لها مصلحة في إلغاء أو 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 تعقيد اتفاقية السلام اللي وقعتها سواء كان ديفيد أو عربة. لذلك هي راح تحاول تمارس أقصى ضغط ممكن حتى ما يكون في هذا. ولذلك لكن الإشكالية هي حاجتين أخرى. الإشكالية أن هنالك تحرك جماعات إسلامية في الداخل الأردني يتعاطف يعني يتوافق معهم بعض المتطرفين في إسرائيل اللي يرون إيجاد خلل أمني في الأردن حتى يكون خروج
الفلسطينيين من الضفة إلى 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 الأردن، ويوجد هنالك أيضا بالمقابل في الجانب الآخر من يدعم خروج الغزاويين إلى حبر رفح إلى الحدود المصرية. شوف بالنسبة، لكن هذا سوف يولد أيضا اضطراب داخلي في مصر. يعني بالنسبة للأردن حعود، لأن أنا أعرف إنه عندك معلوماتك وأعرف إنك تمتلك رؤية، وأسمع على الأردن. لكن بالنسبة لمصر كمل لي الآن قبل ما نأخذ فاصل ونعود لل. مصر سوف يكون هنالك حراك داخلي ما هو سهل، يعني يرفض يعني أولا الحكومة المصرية ولا يوجد مصلحة لها في قبول خروجهم، لأنه إذا قبلت خروجهم من الصعب عودتهم، تمام؟ لكن هي اللي هم أهل غزة، أهل غزة طبعا. نعم. لكن هو الضغوط اللي على مصر، لأن كان هنالك ضغوط اقتصادية كبيرة ليست سهلة، وعود بتحسين أوضاع في يعني المعادلة ليست سهلة ما بين قبول مصر بدخول مجموعات كبيرة من الغزاويين واستضافتهم في داخل الأراضي المصرية، يعني إيجاد التجهيزات والبناء لهم، أو يعني عدم ذلك ومواجهة هذا التحرك بعدم قبول وإبقاء الحدود مغلقة وتعرض الأعداد الكبيرة منهم لعمليات الإسرائيلية في القتل والغصب. طيب خليني أخذ فاصل ثم نعود لاستكمال حديثنا. مستمعين الكرام ابقوا معنا فاصل ثم نعود. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ضيفي وضيفكم هو الدكتور عبد العزيز بن صقر. دكتور عبد العزيز أهلا وسهلا بك مرة أخرى. يا هلا بي دكتور. كنا نحكي عن التأثير ذلك على مصر، الآن حدثني عن الأردن. هناك حملة واضحة للتحريض على الأردن، أبغى قراءة الدكتور عبد العزيز بن صقر. أولا المملكة الحمد لله رب العالمين العربية السعودية لها موقف واضح من الأردن، وترى أننا اعتداء على الأردن، وأي وضع أمني يخل بالأمن الأردني هو خلال بالأمن السعودي. لذلك هذه قضية لا تقبل مساومة ولا تقبل النقاش، بالرغم بعض الأخوان يحاولوا أن يشوهوا هذه الصورة. يعني الـ بعد الخطاب الشهير تبع خالد مشعل اللي ذكره، هذا حرك الشارع الأردني، وأصبح هنالك يعني الاعتقاد بأن الأردن يمكن أن تكون ملاذ. الحكومة الأردنية الأمانة تحملت أعباء كبيرة جدا، أكثر بكثير من قدرتها وطاقتها من كل المتواجدين، يعني هنالك التواجد السوري، العراقي، الأردني، العفو الفلسطيني، يعني هذه كلها مثلت ضغوط. مع الأسف يعني في توافق ما بين تيار إسلامي معين في الأردن وتيار إسرائيلي، يعني يرى أن خروج والملاذ الآمن من الضفة الغربية هو في الأردن. يعني هذا مع الأسف الشديد راح إذا حصل سوف يضع الأردن في وضع لا يحسد عليه. أضف إلى ذلك عندك تيار إسلامي موجود في الأردن، عندك تيار في إسرائيل، أضف إلى ذلك إيران. إيران من ناحية العراق، وإحنا استمعنا أيضا إلى قوات الحشد الشعبي التي أرادت أن تستخدم الحدود الأردنية كوسيلة إنها في بزعمهم للعبور إلى إسرائيل عبر الأردن. يعني هذه أيضا مدعومة من قبل إيران، وشفنا ما حدث في البرج 22 والعمليات اللي تمت على الأمريكان، وكيف هذه كان لها تداعياتها وردة الفعل اللي موجودة فيها. لكن حمى الله الأردن يعني وأنجاه من كل هذه الشرور، وأعانهم على تجاوز كل هذه الصعوبات، لأنها صعوبات ليست سهلة يعني، ولكن الله يقدره على تجاوزها بإذن الله. صحيح. خليني أسألك فيما يتعلق في قصة رفح وغزة وغيرها. اللجنة السداسية، وأنا متأكد أنك أنت سمعت هذا الموضوع، اللجنة السداسية قدمت ورقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن رؤى أو رؤية العرب لما يمكن أن يكون بعد حرب غزة. إلى الآن لم يتسرب أي شيء من هذه الورقة العربية، ولم يتسرب شيء عن الرد الأمريكي، وإن كان بعض المصادر تتحدث عن الرد محبط. ما برأيك اللجنة السداسية إلى أي مدى ستكون فعالة الآن؟ هل لا زال عملها قائم؟ هل أحبط عملها؟ لا، أنا قناعتي ما زال عملها قائم، وما زالت يعني تبذل الجهدها اللي هي تشكر عليه وبشكل كبير، وما أعتقد أنه هي يجب أن تتوقف، لأنه أنت إذا توقفت فهذا ما يريده الطرف الآخر، أن تصل إلى مرحلة تحبط وتقف في هذا الجانب. لكن الاستمرار، ربما تتغير ظروف معينة، ربما تتغير شخصيات سياسية، ربما يحدث كذا، فهذا راح يعني يعين أو يساعد. وعلى الأقل الحمد لله، وأنا دائما قلت يمكن عدة مرات بأنه هذه المرة ربما تكون الوحيدة، أنك حينما تلتقي أي من وزراء سداسية لا
نفس الإجابة سوف تسمعها من الطرف الآخر. لا يوجد إجابات مختلفة. ما في تباين ولا في تسريبات لا مختلفة. لا يوجد تباين، بالعكس يعني كلها متوافقة وكلها تعمل على نفس النتيجة. طيب خلينا ننتقل من غزة إلى جنوب لبنان. التصريحات الإسرائيلية بالأمس ملفتة. أنا أفهم أنه من يقول أنها دعاية سياسية، لكن الآن وأنت بتتحدث معي كان في خبر عاجل على الشاشة يقول أنه قائد سلاح الجو الإسرائيلي شارك أمس في الغارات المكثفة على لبنان. بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي قال صفينا 50% من قيادات حزب الله. تتحدث لمن هم على الأرض في لبنان يقولون لك أنهم يشعرون أنهم على مشارف حرب. هل تعتقد أن تفتح هذه الجبهة؟ هي والعة، بس هل تعتقد أنها تنشب فيها كحرب؟ أولاً اعتقادي كلام وزير الإسرائيلي، الوزير الإسرائيلي غير صحيح، لأنه اللي قتلوا من قيادة حزب الله يمكن 3 من القيادات العليا، ويمكن من الصف الثاني أو الثالث حوالي 10، فما أعتقد أنه 10 أو 13 من قيادات حزب الله على مستويات مختلفة راح تغير من تأثير وقدرة يعني حزب الله. فهو قادر أن يعني ينتج يعني قيادات أخرى موجودة عنده، لكن المهم أنه العمليات الإسرائيلية هذه هي عمليات تحضيرية لمرحلة أخرى راح تتجه لها إسرائيل. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها هي أرادت أن تستهدف مواقع معينة تقوم بتدميرها حتى تسهل، لأن هذه المواقع مهمة في الدفاعات اللبنانية أو الدفاعات التي تستخدمها حزب الله على أي تحرك إسرائيلي، استهدفتها بالدرجة الأولى حتى تنتقل للمرحلة الثانية على أي تحرك أرضي ممكن يكون في الداخل اللبناني. أنا يعني ما زلت أعتقد بأنه إسرائيل سوف تتحرك بشكل أو بأسلوب ما سميته أنا القضم، وهو التدريج، أهداف محددة تنفل عليها عمليات تتجه إلى أهداف أخرى وتبدأ يعني بالتدريج التوجه إلى هذا. وأنا أشوف أنه سوريا أيضا هي ضمن هذه المنظومة. أولا الوجود الإيراني ضعف جدا في سوريا، وبالذات بعد عملية القنصلية الإيرانية في سوريا، لأنه قيادات كثيرة يعني خسرتها إيران. أيضا العمليات الإسرائيلية هي لا تعلن عما تقوم به من عمليات، ولا تعترف إيران بالعمليات التي تنفذها إسرائيل. فأيضا الوجود الإيراني بدأ يضعف في سوريا. الانشغال حزب الله في لبنان وعدم قدرته أيضا على توسع أو فتح جبهات متعددة بالنسبة له هي فرصة بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل تعيش نشوة دعم العالم الغربي لها الآن. بس خليني أوقف عند قصة سوريا شوية. خليني الدفلز أدفكيت، خليني محامي الشيطان. إحنا لنا 6-7 شهور وإحنا نسمع إنه الإيرانيين يخفضوا من وجودهم، إنه الإيرانيين يقللوا من وجود القيادات. جاءت ضربة القنصلية في 13 أبريل، قتل فيها 6-7 من القيادات الحرس الثوري المهمة الأساسية. إيه عجبني التعبير اللي أطلق، مش عجبتني العملية، عجبني التعليق اللي أطلق على العملية بأنه استهداف لقيادات أركان الحرس الثوري في الشرق الأوسط. طيب تم تصفيتهم، الآن يعود الحديث مرة أخرى إلى تخفيض أو تقليل وجودهم لدواعي الأمنية. بالأمس كان في اجتماع في دير الزور للجماعات الإيرانية يناقشوا من هم الجواسيس في سوريا. ما حقيقة ما يجري؟ هل نحن فعلا نملك حقيقة ما يجري في سوريا؟ هل فيه يعني هل في دقة إخبارية انه نقدر نفهم سوريا عشان نقدر نحدد وش اللي جاي وش اللي ما نتوقعه؟ يعني انا اعتقد ان المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية عن التواجد الإيراني في سوريا دقيقة، ولذلك هي دائما استهدفت يعني استهدافات محددة، لأنه دائما سوريا إسرائيل كانت يعني لا تتحدث عن إزالة نظام بشار الأسد من سوريا. هي دائما تتحدث عن الوجود الإيراني في سوريا. هي أيضا لا تتحدث عن الوجود الروسي في سوريا، لأن هنالك تنسيق فيما بين فيما يتعلق بالعمليات والروز في انجيجمنت وقواعد الاشتباك وكذا. فهي يعني هذه جانبين ما تزعجها. ما يزعجها كان هو الوجود الإيراني في سوريا واستخدام هذا الوجود الإيراني لدعم الداخل الفلسطيني بالذات ما يتعلق بحماس. هذا ما كان يزعجه، ولذلك هي استهدافاتها محددة في هذا الجانب. لكن ربما لأنه شعور الإسرائيلي ما حدث في 7 أكتوبر والاختبار الحقيقي لقدرتها وقوتها راح يجعلها تندفع إلى عمليات عسكرية معينة في داخل أراضي السورية حتى تعيد تأكيد دورها وهيمنتها
في هذه المنطقة. طيب اليوم صمت رسمي كان مطبق من النظام في سوريا حول ما يجري هناك، إن كان الاستهدافات المستمرة أو كان ضرب قيادات أركان الحرس الثوري الإيراني، هناك أيضا شبه جمود عربي من التواصل مع دمشق، في عندك تصور ولا هذه بس الظروف؟ لا هي هذه الظروف، لأنه أنت اليوم عشان تتواصل مع دمشق أين هي الحكومة؟ الحكومة يعني هنالك شبه تغيب، وأيضا ما استطاعت الحكومة السورية أيضا باستغلال هذه الظروف لإيجاد مصالحة وطنية مع كل الأطراف اللي في سوريا اللي عانت. يعني ما زال اليوم هنالك دور تركي، دور أمريكي، ودور روسي، ودور إيراني، ودور إسرائيلي. أصبحت ساحة كاملة سوريا لكل هذه التلاطمات اللي موجودة، بالإضافة إلى بعض الأدوار الهامشية الأوروبية سواء البريطانية أو الفرنسية، لكن يعني أصبحت هي ساحة وساحة كبيرة في هذا الجانب. لو استطاعت الحكومة السورية بوجود بشار الأسد أيضا الوصول إلى مفاهمة تمام فيما يتعلق بكل القضايا الوطنية التي طرحت والمطالب، وهي معروفة يعني للجانب السوري، لكن مع الأسف حتى يعني يقال، أنا ما عندي معلومة أكيدة، ولكن يقال أن معظم تواجد بشار الأسد هو في الساحل يعني حتى يكون بعيد عن دمشق، لأنه دمشق أكثر استهدافا من الساحل بالنسبة للإسرائيليين. كلام مهم، خليني أخذ فاصل ثم أعود لمواصلة حديث المستمعين، أبقوا معنا فاصل ثم نعود. وقت السياسة مع طارق لحميد. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ضيفي وضيفكم الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. دكتور، تحدثنا عن سوريا، لبنان، غزة، الملفات جميعا، تقييمك اليوم لعودة العلاقات السعودية الإيرانية، ترى أن الأمور تسير في المسار الطبيعي؟ يعني أنا ما زلت أعتقد أن هنالك ثلاثة مراحل في العلاقة السعودية الإيرانية. المرحلة الأولى هي الوصول للاتفاق اللي حدث في مارس 2023 وتوقيع الاتفاق، ولكن هذا الاتفاق ركز على القضايا الثنائية فيما بين الطرفين. وانتقلنا إلى مرحلة ما نسمي التكنيكاليتي، وجود سفارة في الرياض ووجود سفارة في طهران حتى يكون التواصل مباشر، ما نحتاج أي أطراف بسيطة في هذا الجانب. لكن أيضا البدء بالذات في عمليات العمرة والحج والتنسيق لها، يعني هذا جانب يهم الجانب الإيراني. وبدأت العمرة بدأت، نعم العمرة بدأت، ولاحظنا السفير السعودي كان في وداع يعني أول فوج بالمعتمرين القادمين من طهران، وهذه خطوة مهمة ومباركة والله يوفق. يعني وكانت إيران لها أكثر من 1,200,000 معتمر يعني يقدمون للمملكة سنويا. النقطة المهمة هي التعاون الأكبر، بمعنى أنه الوصول إلى مفاهمات حقيقية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تعني المملكة وتهمها، واللي ذكرها سمو وزير الخارجية في لقائه مع وزير الخارجية الإيراني في طهران حينما زار طهران، مؤكد على القضايا الإقليمية أنها جزء لا يتجزأ من هذه المفاهمة، وليست فقط العودة العلاقة هي تركز على الثنائية وافتتاح السفارات. النقطة الأخرى والمهمة، إيران تتطلع إلى تعاون اقتصادي سعودي، ولكن هذا من الصعوبة بمكان تنفيذه في ظل وجود سبقتني في ظل وجود الحصار. سبقتني، أبغى أحط السؤال، I want to frame it، السؤال عشان المستمع والمستمع يستوعبوا، ما الذي تريده طهران من الرياض، وما الذي تريده الرياض من طهران؟ ما تريده المملكة من طهران بوضوح هو احترام حقوق الدول في المنطقة وعدم التدخل في شأنها الداخلي. الأمن البحري قضية مهمة ومشتركة، وعدم زعزعة الأمن، لأنه أمن المضائق الآن بدعم الجماعات المختلفة سواء في التأثير على باب المندب أو في هرمز بالحرس الثوري ويقوم به من عمليات قرصنة بحرية أو اعتداء على السفن البحرية. فالأمن البحري، أمن الطاقة، الجماعات وتدخلها في الشأن الداخلي، التعامل مع سلطة الدولة المركزية في المنطقة وليس مع الجماعات المسلحة، احترام الحقوق، التعاون فيما يتعلق بالجريمة المنظمة فيما بينهم، يعني الأجندة واضحة بالنسبة للمملكة وما تريده من إيران. إيران تريد أن تؤكد أنها هي اللاعب الأساسي في هذه، وتريد أن تفصل فيما بين العلاقة الثنائية من الوضع الإقليمي، والمملكة لا، المملكة بالنسبة لها العلاقة الثنائية هي إعادة الحوار المباشر وما تم، ولكن دون أن يكون يعني ما زال الآن لسه المملكة لم تصدر سماح لمواطنيها، بالرغم أن إيران
أصدرت السماح لمواطني دول المجلس للدخول بدون تأشيرة إلى إيران، إلا أنه ما زال عند المملكة تحفظ على يعني زيارات السعوديين إلى إيران، لأن أيضا من ناحية أمنية ومن ناحية أيضا التأكد من السلوك. فالسلوك الإيراني إذا لم يتعدل بشكل أو بآخر، تمام، المملكة أكدت، والمؤتمر على فكرة اللي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة فيما يتعلق بالمذاهب، كان مؤتمر مهم، والمملكة أكدت أنه لا يوجد لديها أي حزازية، الإسلام واحد والمذاهب تحترم، وكل مذهب له احترامه وتقديره موجود، وقناعاته هي قناعات من يؤمن به، تمام. فيعني لم يعد هنالك قضية شيعية سنية بين المملكة وإيران على فكرة، وإنما القضية أن إيران تريد بسط النفوذ، تريد أن تهيمن، يعني تكون قوة مهيمنة في المنطقة، تريد أن تفرض أجنداتها وتدخلها دون أن تلام في هذا وتنأى بنفسها. يعني هي تقول إنه هذا ما يقوم به الحوثيين، ولكن أنا جايك أنا كمراقب أنا ألمح إنه إيران الآن تريد أن تظهر، وهي تظهر كذلك بعلاقات مميزة مع السعودية، تتسم بالهدوء، لكن بعيدا عن النطاق الجغرافي السعودي، بعيدا عن العلاقة المباشرة مع السعودية، تجد أن إيران تتحرك في كل المنطقة كما هي لاستكمال مهمتها. أعرف أن مهمتها هي التخريب وليس البناء، لكن عندك سوريا، عندك لبنان، عندك اليمن، عندك في كل مكان. متى تعتقد العراق أنا جاي في العراق متى تعتقد أنه يقال للإيرانيين أنه اوكي قطعنا الشوط الاكبر، عدنا العلاقه، تعاملنا مع بعض، خلينا شويه تجت مور سيريس، خلينا نكون اكثر جديه. هل تعتقد ستاتي هذه اللحظه؟ والله انا مع الاسف الشديد قناعتي انه يمكن تغيير السلوك الايراني راح يكون مرتبط بقضيتين. اولا راح الضغوط فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصاديه يبدو في المرحله الاخيره وفي الوقت الحاضر بدات يعني تظهر تاثيراتها اكثر، لانه جاءت فتره مع ارتفاع اسعار النفط غضت الولايات المتحده الطرف بالنسبه للتهريب وخروج والصادرات الايرانيه التي يمكن ان تكون عبر حتى بعض الدول الخليجيه مع الاسف، لكن يعني كانت متاحة لأنه المصلحة كانت أنه توفير أكبر قدر ممكن من النفط حتى لا يكون هناك ارتفاع في الأسعار. السؤال هو إذا طبقت الولايات المتحدة اليوم ضغوط كبيرة، يعني المخيف الآن هو أن يعلن بالأمس مدير منظمة الطاقة الذرية أن إيران خلال أسابيع تصل إلى أعلى نسبة في التخصيب، وهذا يهدد كل الموضوع النووي وتهديداته في المنطقة. فأنا أعتقد أن السلوك الإيراني لم يتغير. أعتقد أن إيران حاولت أن تتعامل مع بعض شكليات لكنها دون تغير السلوك الحقيقي والبيهيفر تبعها في المنطقة بشكل عام، ولذلك يبقى التهديد قائم ويبقى التعامل مع هذا الخطوة مهمة. صحيح هي ضغطت على الحوثي الاستمرار في الهدنة، ولكنها ورقة ما زالت بيدها، أمن البحر الأحمر ما زال قضية. يعني فشلت المفاوضات الأوروبية مع الحوثيين في عمان فيما يتعلق بموضوع الأمن البحر الأحمر، بما فيها التزمت بعض الدول الأوروبية بخفض قواتها وتواجدها البحري في البحر الأحمر، تمام. لكن مع هذا هي أوراق هذه لا تريد أن تفرط بها، تراها أنها مهمة بالنسبة لها وتستمر فيها. هل تعتقد أن الإيرانيين الآن أيضا عينهم على الانتخابات في أمريكا؟ لأنه بعد ما الرد الهزلي اللي عملوه ضد الإسرائيليين تحول العالم ضدهم الآن، وقعوا في الفخ اللي نصبوا لهم نتنياهو. كيف تعتقد حيكون التعامل بهذه لذلك سيتمسكون بهذه الأوراق على أمل أن تمنحهم كرسي على طاولة التفاوض في الأيام القادمة؟ هم يبحثون عن دور، أي شيء يجيب لهم يضمن لهم الحضور ويظهرهم كلاعبين فاعلين في المنطقة لن يتخلوا عنه. هذا بالتأكيد، يعني من أيام الشاه إلى الآن على فكرة ما تخلوا، تغير النظام الحكم ولكن لم تتغير الأهداف. الشاه كان يرى نفسه أنه شرط الخليج ويريد أن يفرض هيمنته وكذا، حينما جاء النظام الملالي قبل 45 عام رأى أن تصدير الثورة والتواجد والتمدد في المنطقة يعني هذه أحد أهدافهم الرئيسية، لم تتغير في هذا الجانب. لكن ربما الضغوط الحالية، ربما الوضع الداخلي في إيران، ربما تداعيات تحدث، ومع هذا أنا للأمانة أقول أنه أيضا لا يوجد لدينا مصلحة في انهيار داخل إيران، تمام، يتسبب في تفكك ويعني
فقدان سيطرة الدولة على الوضع الداخلي في إيران، لأنه سوف يقود إلى إشكاليات أكبر، ويعني وأيضا ليست سهلة. هو لو تلاحظ، لذلك لو تلاحظ دكتور، ما في أحد يتمنى ولا في أحد يتحدث عن انهيار داخلي في إيران، كل الحديث ينصب على أن تكف إيران يدها من لبنان، صحيح، من اليمن، صحيح، من العراق، من سوريا. يعني اللبنانيين اليوم عدم التدخل في الشأن العربي، يعني وترك المنطقة العربية اللي أهلها يعني يديروا أمورها. أنت لاحظ شيء دكتور عبد العزيز، البعد الطائفي كوسيلة لبسط، صحيح، أنت لاحظ شيء دكتور عبد العزيز بن صقور، اليوم كل الحديث في لبنان ينصب على أنه هل تنشب حرب في الجنوب اللبناني أم لا، لكن الناس لا تعرف انه هناك فراغ، مش ما تعرف، الناس ناسيه لانه مش في الاحداث، في فراغ رئاسي الى الان لم يحسم موضوع الرئيس، لم تحسم موضوع الحكومه، وضع المصرف للبنان، يعني لبنان على شفا حفره مش عارف رايحه وين، فهذا كله بيد القرار اللبناني. يعني احنا مثلا اللجنه الخماسيه اللي موجوده في لبنان مش موجوده في الاخبار، لكن نتج عنها فشل الى اللحظه انه الاختيار رئيس، صحيح، وما زال يعني مع الاسف الوضع في لبنان بسبب التدخلات الخارجيه. اولا يعني هنالك مشكلة تدخل خارجي والدور اللي لعبته إيران يعني في تقوية ميليشيات على سلطة الدولة المركزية وغياب يعني سلطة الدولة المركزية وعملها، وأيضا يعني أيضا نلوم إخواننا اللبنانيين في عدم التوافق اللي بينهم، النظر للمصلحة الوطنية وتغليبها على المصلحة الطائفية والحزبية والشخصية في بعض الحالات، يعني في هذا الجانب يعني وضع مأساوي لم يكن أحد يتخيل أن يصل لبنان الذي قبل بتركيبته الداخلية كل هذا المزيج والخليط من القوميات ومن المذاهب ومن التوجهات اللي موجودة فيه. كان هذا ما يميز لبنان على الكل، أن الماروني والأرثوذكسي والشيعي والسني والدرزي كلهم موجودين في هذا المجتمع ويتعايشوا. للأسف اليوم الانهيار داخل لبنان من فصيلة إلى فصيل ومن جماعة إلى جماعة، انهيار غريب. عملية التعايش في لبنان أصبحت صعبة، قل كلمة ولو كلمة حق أو كلمة طيبة أو كلمة تدعو للوئام في لبنان وشوف الهجوم اللي حيجيك، مأساة، صحيح، أي مأساة. خليني أنتقل إلى الحوثي، ما الجديد؟ في الأمس كان في حديث عن أنه في مبادرة أمريكية أو أفكار أمريكية لترغيب الحوثي ودفعه لكف الأنشطة العدائية في الملاحة البحرية في البحر الأحمر. طبعا يبدو لي أنه النشاط في البحر الأحمر العدائي الحوثي كأنه خف في آخر أسبوعين، ولا أنا غلطان؟ صحيح. وش تحليلك؟ وش الأسباب؟ والله لا، يعني أنا قناعتي ربما هو ناتج عن يعني بعض الضغوط والتهديدات الأمريكية كانت واضحة بالاستهدافات اللي قامت فيها وتأثيراتها على الداخل. هو ما زال يمارس كل أسبوع الأنشطة الداخلية فيما يتعلق بالهتافات وما يتعلق بالحراك الشعبي، وهذا لا يضر، يعني جيد للشاشات التلفزيون لكن دون أن يكون له حقيقة تأثير حقيقي. يعني هو كل العمليات وكل الأشياء اللي عملها لم تحقق. أنا ما زلت أعتقد أنه يعني المصلحة الأمريكية تكمن في إيجاد مفاهمة بالنسبة لهم، لكن مع الأسف هو المزعج أن هذا الجانب كان ممكن يكون من موقف أمريكي واضح مع المملكة منذ سنوات، كان ممكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل بكثير مما يمكن أن يؤدي إليه المفاهمة الأمريكية مع الجانب الحوثي. نتمنى إذا كان لديهم مقترحات جديدة يمكن الواحد يعني يستمع لها ويفكر فيها، لكن فتح مطار صنعاء بالكامل، تسليمهم الحديدة بالكامل، يعني فيه أطروحات غريبة، يعني ما أعرف إلى أي مدى سوف تؤدي. هذا اللي تردد بالأمس. نعم. يعني كأني بكتلوم الطرف الأمريكي أنه يكرر نفس الأخطاء، ولا يشاور المعنيين بل يذهب لهم مباشرة، لمن حتى ما أقول جزرة، يعني هذه يعني السؤال حينما تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع جماعة مسلحة خارج القانون، استولت على السلطة بالقوة وتبرر لها أفعالها وتمكنها من كل ما تريده، تمام، ففي نهاية المطاف يعني ما أعرف. طيب لا أنا أسألك دكتور عبد العزيز بن صقر، هل هذا ضعف أمريكي أم أن أمريكا تريد بعض الأوراق تكون بيدها للضغط عليك في السعودية، للضغط على بعض الدول الخليجية؟ المعنى السعودية ربما تحديد. مجمل، يعني ربما في بعض الأحيان قد يكون هنالك جهل من قبل من يتولون المسؤوليات في مناطق ليس لهم خبرات فيها، ربما يكون هو
أسلوب الأساليب الضغط التي يمكن تكون على دول إقليمية مهمة وتأثيراتها، ولكن إحنا شفنا لما تأثرت المصلحة الإسرائيلية وأصبحت ميناء تحركوا مباشرة، تحركوا تحرك قوي مباشرة، هم الحلفاء الغربيين نسوا حقوق الإنسان، نسوا كل الشعارات اللي كانوا يلعبونها، لا نسوا كل شيء في هذا الجانب. لكن اسلم لا تفضل، يعني أقصد أنه هذه المصلحة دفعتهم هم للتحرك بهذه الطريقة وبهذا الشكل. فهو السؤال، هل, 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 هل الوصول إلى اتفاق مع الحوثي مباشرة بين الجانب الأمريكي والجانب الحوثي سوف يعزز من سلطة الحوثي ويضعف من سلطة السلطة الشرعية اللي هي يفترض أن يكون الدعم لها، واللي قرارات مجلس الأمن صدرت لدعمها وتأكيدها؟ للأسف الشديد إذا العروض اللي بالأمس كانت صحيحة أو قريبة من الدقة، هذا تهميش كامل للسلطة الشرعية. لكن خليني أسألك، باقي معي ثلاث دقائق، خليني أسألك، من المتوقع أنه في لقاء أو دعوة أو مؤتمر بما يخص السودان في جدة قريبا؟ والله أنا أتمنى، لأنه مع الأسف الشديد مرت سنة كاملة على الصراع في السودان وأكثر، وما زال الوضع والميزة أن كل الأطراف السودانية هي تريد حوار جدة أن يستمر، وهنالك رغبة أكيدة في هذا الجانب، فنتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الجانب. هنالك تحضيرات أبو أحمد، حوار للحوار في دم، في دمار. لا هو في دم وفي رغبة أيضا، كمان الأطراف السودانية تعبت وشعروا بالإنهاك، ولكن ومع هذا ما زلت أقول أنه طالما أن هنالك تدخلات خارجية لمصالح دول خارجية، المملكة ما عندها مصلحة خارجية في السودان، المملكة داعم للشعب السوداني، عندها أكثر من مليون مواطن سوداني يقيمون على أراضيها، هي أيضا قدمت كل ما تستطيع لهذا الشعب، وتاريخيا العلاقة يعني قوية ومميزة. لكن أيضا نحن بحاجة إلى قضيتين، أن يسود منطق العقل ما بين الأطراف السودانية للوصول إلى حل، وأن تكف بعض الدول من تدخلاتها الخارجية لتجيش مجموعة على مجموعة بحكم مصالحها هي. طيب، تتوقع أنه هذا حيكون مؤتمر في سبيل الحوار المستمر، أو تتوقع أنه في تصورات مختلفة هذه المرة حسب معلومات؟ يعني الحوار الأخير اللي حصل في البحرين لم ينتج عنه نتائج يعني إيجابية يعني حقيقية، ولذلك الكل قال نريد العودة إلى جدة وإلى حوار جدة والاستمرار فيه. أنا اعتقادي هي أيضا كمان لأنه مصر اليوم مشغولة بالتزامات أخرى، المملكة أيضا مشغولة بالتزامات أخرى ووضع ثانية، الجانب الأمريكي مصر أعتقد في وضع لا يحسد عليه، مصر مشغولة من ناحية ليبيا، مصر مشغولة من ناحية غزة، مصر مشغولة من ناحية السودان، مصر مشغولة من ناحية الوضع الاقتصادي، البحر الأحمر، قناة السويس، نعم 50% فقدت مصر تقريبا، يعني هذه صورة قاتمة، لكن نقول علها تفرج على قلب الوعي العربي لحماية ما تبقى لنا من دول واعتدال، دول معتدلة يعني وأماكن آمنة. نتمنى ذلك إن شاء الله، يعني نتمنى أن يعود يعني لهذا الأمن والاستقرار اللي نتطلع له جميعا. دكتور عبد العزيز، الحديث معك لا يمل، ولنا إن شاء الله حديث قادمة تكون في أوضاع أفضل. شكرا. مستمعينا الكرام، كان هذا كل شيء في حلقتنا لهذا الأسبوع وهذا اليوم، نلتقيكم بإذن الله الأحد المقبل، دمتم بكل خير.